النهاردة هنتكلم عن حاجة تهم كل ست بيت وهي البوتاجازات. طبعا احنا عارفين ان فران البوتاجاز دي عاملة مشكلة كبيرة جدا لينا، واهم حاجة في البوتاجاز هو الفرن. لو عايزة تعرفي ايه كويس تابعيني معاكي ميرينا بيل. عندنا البوتاجازات المستوردة في نوعين هما التوب. انا مش عارفة اقولك اسعارهم ازاي، ما يقدر على القدرة الا ربنا، سامحوني في اللي انا هقوله ده يا جماعة. هما جرين جاز وقلبة. جرين جاز كل مكوناته ايطالي وبعيد عنك، من 16,000 ل 23,000 تقريبا هيجيب معاه واحدة تطبخ، وبعد كده خدمة ما بعد البيع بتكون في القاهرة كويسة، الاقاليم ممكن يتأخر عليكي شوية. بعد كده عندنا قلبة برضو مكوناته ايطالي، اسعاره من 14,000 ل 23,000 برضه هيجيب لك واحده تطبخ. هو الخدمه ما بعد البيع في الاقاليم بيتاخر شويه، لكن في القاهره كويسه جدا وقطع غير متوفره. بعد كده عندنا البوتاجازات المصري، طبعا نمره واحد فريش، دي احنا خلينا كلنا يعني عارفينها، وانا افصم بالمليون لان انا ما نقلت مكان تاني في القاهره، جبت فريش فرنه حلو جدا جدا. احلى ماركتين في فريش هي بروفيشنال وهامر. في واحدة صاحبتي دكتورة صيدلانية نقلت من بيت لبيت، هي المفروض تعمل دكتوراه في الصيدلة بس هي ما عملتهاش في الصيدلة، هي عملتها في البوتاجاز الفريش. ففي أماكن تقولك أنا عندي كل إمكانيات الفريش، لأن كل بوتاجاز وليه إمكانية معينة. في أماكن بتحتقر ده إن عندها كل إمكانيات البوتاجاز، بس على فكرة ما طلعتش أحسن حاجة لأن عندها مشكلة برضو في البوتاجاز. فجيب العادي الطبيعي، يعني مش محتاجة تعملي دكتوراه زي صاحبتي، ويا ريت تشوفني دلوقتي. أسعار الفريش بقى، سامحني يا رب على اللي هقوله ده، أسعار الفريش من 8900 ل 17000 جنيه. خدمة ما بعد البيع بفريش بتكون كويسة وقطع الغيار طبعا متوفرة. بعد كده عندنا لجرمانيا، الأربعة والخمسة كل المكونات إيطالي، أسعاره من 9000 ل 17000. القطع الغيار وخدمة ما بعد البيع كويسة لأنه طبيعي توشيبا العربي. بعد كده عندك زانوسي، في عندك نوعين في زانوسي ما تجيبيش غيرهم، كول ماكس وتست ماكس. كول ماكس ب9200 وتست ماكس ب13000، ربنا يقوي الناس اللي بتتجوز. خدمة ما بعد البيع كويسة وطبعا قطع الغيار متوفرة، ودي حاجة مهمة جدا وانتي بتشتري فكري فيها. هنخش بعد كده على البيلت ان. البيلت ان المستورد ثلاث انواع، فرانكي جليم جاز وقلبة. فرانكي ايطالي تجميع مصري، قطع الغيار كويسة بس خدمة ما بعد البيع مش احسن حاجة، اسعاره من 5600 ل 23000. بعد كده عندنا جليم جاز. جليم جاز في ايطالي ايطالي وفي ايطالي مصري، اسعاره من 6000 ل 21400. بعد كده عندنا قلبتك. قلبتك فيه نوعين، ايطالي ايطالي وايطالي تجميع مصري، قطع الغيار متوفره بخدمه ما بعد البيع، يعني زيه زي اي حاجه ان بتكون في القاهره غير الاقاليم، اسعاره من 10000 ل 20000. الماركات المحليه بقى عندنا اللي هي صناعه مصريه اللي هي تورنيدو زانوسي فريش، بيكون الاربعه شعله والخمسه شعله بيكون يتراوح اسعاره من 4000 لحد 10000. وبكده جبت لكم كل البوتاجازات، ولو عايزين اي حاجه ابعتولي وانا هقول لكم عليها. باي باي.